إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنشوفوا إخواني حالة تأهب، السلطات ترفع من حالة ديال التأهب لدرجة قصوى من أجل إفراغ الشوارع حسب البلاغ ديال الوزير الأول الرامي إلى الحظر الصحي. إذن إخواني لا زالت القوات الأمنية تتجول، ونحن باش أننا نوريكم بالصوت والصورة كل ما يقع غادي نحاولوا إخواني جاهدين. إن كاين بعض الدوريات تفرقت عبر الأحياء الهامشية، وكما كنشوفوا إخواني أن مداخل المدينة فيها حواجز، إذن تتواجدوا في مدينة مريرت. فهذه هي الأجواء إخواني بعد هذا المرض اللعين، هذا المرض الذي أربك العالم، هذا المرض إخواني كما تنشوفوا شي واحد يقول لك تسجيل 27 حالة إصابة جديدة. الله أكبر، ربما واحد المصدر هنا تيكسب بأن كاين دابا 170 حالة. فإخواني الإحصائيات راه كطلع، ولكن السبب ديالها هو هذا التجول ديال بعض الإخوان سامحهم الله في هذا الفعل اللي راهم تيرتكبوه، وتيظنوا بأنهم تيسجلوا بطولة أو لا تيتعاملوا مع هذا الفيروس اللي ربك العالم إخواني بواحد الطريقة اللي لا تشرفنا هذه الحقيقة. الشوارع ديال مريرت كما كتشوفوا إخواني أصبحت شبه فارغة، وشكرا على التفهم ديال الساكنة، وخاصة ماشي حتى الستة خوتي عافاكم، خص أن قبل من ستة راه مور ستة صافي راه الحظر، لأن راه كاين تعليمات صارمة حسب بعض المصادر اللي توصلت بها اللي غادي تأدي للاعتقالات. فعلاش أخويا تدي راسك للتهليكة وديك الوالدة وتعذبهم وكاين هذا الحظر؟ فرحمة بهذيك الوالدة سير تجلس في الدار، أنت تبدا تفرفط، التعليمات جات باش أنهم يدخلوك، ها هما غادي يدخلوك، ها أنت غتعذب ديك المرة. دابا إذا أنت غتدخلها إما الأعصاب إما كورونا، وحدة فيهم. إذا استمريتي أنك تتجول راه غتدخل لأمك الأعصاب إلى جاو داوك، لأن كاين تعليمات صارمة ديال الدخول الله يرحم لك الوالدين. إذا تحيات خوكم حميد العقاوي، وسمحوا لي على هذا تنهضروا بكل عفوية، احنا تنحاولوا ننقلوا لكم بالصوت والصورة ما يقع. إخواني حسب بعض المصادر اللي تعطيها عالي تيقول لك أن 170 حالة وصلنا. الله يعطيكم السترة، بدينا غاب 3-4. شوف أن راه الإحصائيات ولات كتعرف واحد السرعة، وإذا هذه شي حاجة اللي راه مخيفة، إحصائيات مخيفة ولينا تنقربوا لها. خليوا عافاكم الدولة إخواني، راه من العيب والعار، من العيب أنا والعار أننا يوميا بدا نقول ها هما عافاك دخل أخويا. إذا كما كنشوفوا حواجز أمنية في مداخل كل المدن، فهنا خاصة هنا مدينة مريرت هنا تنشوفوا الصفر. الحمد لله كاين بعض الشباب اللي تيبانوا في الجنبات الله يهديهم، راه ماشي حتى تشوف البوليس عابدة تجري. إذا كما كنشوفوا إخواني رجال الأمن والقوات المساعدة، تحية لرجال الأمن، تحية لرجال الأمن والقوات المساعدة وكل من يشارك في هذه الحملة التحسيسية. حتى أنتم تحية لكم إخواني على التفهم ديالكم، وكل واحد يقول لي اش كيدير دابا، واش جالس في الدار، واش في البالكون، واش كيخمم. يلا خوتي نحيدوا ديك الكآبه، وحنا معكم تنحاولوا جاهدين كقناه اللي الحمد لله المغاربه تيتبعوها، وتنحاولوا جاهدين اننا نغامروا كجنود اعلاميه يدا في يد مع كل السلطات المحليه من اجل ان شاء الله باش نتغلبوا على هذا الوباء. اخواني خصك تعرف المحاين دابا فين غادي يدخل مسكين هذاك المياوي من العامل المياوي فرافه حتى به، خليه في داركم الله يرحمه. شكرا خوتي. تنتاسف لبعض المناطق اللي عرفات انزال ديال الجيش، تنتاسف لهذوك الناس وتنقول لهم حشومه واش تيهبط العسكر. علاش؟ لان باش قال لك سير تجلس في دارك. لا زال البعض القليل هو اللي كيتجول، ولكن اخي المواطن هذيك الورقه اللي عندك راه ماشي ان راه لي سي باسي هذيك بدا تدور بها انت وفين موقفك تقول له ها هي. لا يا اخي، هذيك خصك تمشي الا بغيتي تشري شي حاجه نيت اللي لا بد منها، راه ما يمكنش انك ممنوع عليك. شوف قرا الورقه، ممنوع عليك تفوت حتى المحيط فين ساكن. خليو عافاك الدوله تخمم الاقتصاد
ديال ديال ديالنا. خليو الدوله تقلب دير علاقات دبلوماسيه باش انها تشوف ان شاء الله الا بان هذا الدواء ان شاء الله نفكوا الجره بالزربه. والله رضي عليكم، ها هما الاخوان كلشي تيكتب تما وصلنا 170. لا كاين 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 تعليمات صارمه، فما تديش راسك للهاويه يا اخي. اذا هنا كما كنشوفوا اخي المتتبع الكريم بان هنا تنشوفوا الشارع اللي كان تيعرف العشرات ولا المئات ديال المواطنين، فالله يستر. وصافي هذه الحقيقه كنشوفوا اخواني انه ها هو شبه فارغ، وتنتمنى دابا هادو بحال ما غادي نسكن دابا غادي بثلاثهم تيتذكروا غادي يوصل يقولوا والله تسوثتي، غادي يدخل الاخر ويشرب عنده اتاي ويدخل عند ولادو وتلقى دوك الدراري مساكن حتى لايتها الزوجه. الى راجلك دابا جاب شي ضيف لا قول له رجع لدارك عافاك، ما تدخلش عليا حتى شي واحد ولو يكون من العائله ديالك. راني جان هذه هي الحقيقه، راه ما يمكنليش انا براسي دابا ندق على اختي، ما يمكنليش انا دابا ندق على 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 خويا، ما يمكنش دابا ندخل لشي دار. يا زمان لا يا إله الله. إذا إخواني هذه هي الحالة هنا بمدينة مريرت مباشرة من الأطلس المتوسط. إخواني تنشوف لا إله إلا الله، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. الواحد أنه يمشي يدخل مواطن ها هو لقى ان الكرياج مسدود، ها انت تشوف ما نقربولوش كاع لان حشومه نشهر، ها انت احيد هو الكرياج وداز ورد الكرياج وماشي حشومه. ها انت غادي نشوفوا هذه الحاله، ها انت مشى وقف لقى الكرياج، ها هو هذا مثلا، هذا هو المشكل دابا، هذا مشكل اللي غادي ناخذوه اخواني الله يهدي ما خلق. غادي نشوفوا مول تروبورتور، ها هو كاين حاجز امني تيمنع اي واحد يدوز. دابا حنا المغاربه حتى تحت حداه البوليسي عاد هما يحترموه، لا حول ولا قوه الا بالله. انت حنا غادي نشوفوا هذه اللقطه كيف يتعامل المغربي مع شي تعليمات وكتكون غير لوجيستيك مثلا تيتحط، لا هما خص حتى تحطوا له، ها هو صاحبه هو اللي تيحل له. انت مول البيشكليط غادي يهبط وغادي يحل هو المول تروبورتور، ها هو عاد قال له لا، ها هو تيغوت عليه مول البيشكليط قال له زعما غير دوز الدنيا هانيه. تحيه لهذا مول تروبورتور حتى هو مسكين تنتمناه باش يمشي يدخل لانه ها هو تفهم. كاين حملات تمشيطيه اخواني في الشوارع ديال المدينه، وهنا كنشوفوا اخواني هذا هو الشارع مباشرة من مدينة مريرت. والله يدي ما خلق، شكرا انهم راه تفاهموا الساكنة سيدي ديال مريرت وراه دخلوا، ولكن تنتمنى حتى بالنهار راه حنا كنشوفوا اعوان السلطة والقائد ديال المقاطعة انهم في حالة تأهب خارجين وتيحاولوا انهم يكونتروليو هاد الدوريات. فالف تحية وتحية لكل رجال السلطات اللي راه خارجة جاهدة. هذا هنا تيظهر اخواني القائد تيحاول ينسق مع الدوريات اللي راها، اذا ها هو تيحاول القائد براسو خارج تيحاول اخواني انه باش يرغم اي واحد يمشي يدخل لدارو. ها انت شباب متهور راه بالموتور، شتي راه بالموتور متهور، ها هو القائد تيحاول يعلم رجال الشرطه انهم باش يوقفوا مول الموتور غادي حتى هو ما يرضخش. مشى شتي مشى، عمل متهور، عمل متهور. هنا كنشوفوا انت القائد ها هو رجال الشرطة واخا أنهم وقفوه حاول أنه يخرقهم، وهذا هو الصبياني يعني. لا ماشي تصرف، ماشي تصرف. إذا جوج ديال التصرفات شناهم لا أخلاقية لا إنسانية، كتحاول تيحاولوا يديروهم بعض الشباب ديالنا سامحهم الله. غادي نحاول خويا غير جلس انت في الدار، غادي نحاولوا اخواني جاهدين باش ننقلوا حول اقرب دوريه اللي راه كاينه هنا من بعد ما تنشوفوا المداخل المدينه انها مغلقه بحواجز
إذا شكرا للسلطات المحلية على هذا المبادرة اللي حاولوا يديروا، ولكن الله يهدينا الله يهدينا. كل واحد خوتي يطل من الشرجم ويعاود لنا الاجواء كي دايره عندكم. يلا كل واحد يطل من الشرجم ويعاود لي الاجواء كيفاش دايره. كل واحد خوتي انه يكتب لي الاجواء كي دايره، طل من الشرجم وعاود لي اخويا يلا اننا نحاولوا بيناتنا كعائله نجلسوا بدا ندرتشوا، وحنا تنقلوا لكم بالصوت والصوره ما يقع بالمغرب وخاصه هنا بالاطلس المتوسط. اذا استنفار امني كما كنشوفوا في وسط الاحياء الهامشيه. كاين ثلاثة ديال الدوريات مثلا اليوم في مريرت مقسمة على جل على الأحياء. الله يهدي ما خلق. هذه الحقيقة أن ديك الورقة اللي عطيك المقدمية أخيرا ما كتسمحلكش أنك تخرج خمسة المرات ستة في النهار، هيك راه ماشي أنني كان أمرك ولا غير تنحاول نشرح لك خويا. وعاود ثاني حاول تجلس في الدار، جلس في الدار والله يحسن العمر كاين القنط، ولكن لا وصلات أننا نقول للعالم بأن كاين فينا الإنسانية. علاش لا؟ إذا تحية أخوكم حميد العقاوي مباشرة من مدينة مريرت. هذه الأجواء مباشرة بعد رفع وتيرة الحظر الصحي هنا بالمدينة. ألف تحية لكم وشكرا على باقة الحوار. تحية أخوكم حميد العقاوي.